سلام عليكم حبايبي، وحشتوني جدا كتير والله. معلش اتاخرت عليكم النهارده. النهارده بقى جايبه لكم موضوع جديد جدا وموضوع مختلف. اتمنى يعني ان انا اكون بفيدكم كده. طبعا النهارده معانا فوائد التلج على البشره وعلى الجسم. برضو التلج يا جماعه ليه فوائد حلوه جدا يا بنات، وليه فوائد ممتازه جدا وفوائد متنوعه، يعني فوائد كتير، مش اكتر، مش فايده واحده ولا اتنين. انا عن نفسي كنت بستخدمه وجربته كتير. اهم الفوائد ايه بتاعه التلج على البشره، بالذات البشرة الدهنية. فوائد التلج طبعا بترطب وتنعم كده البشرة وبتخليها حيوية وجميلة. ده يعني يعتبر بديل للبوتوكس. بدل ما انت مثلا تروحي تصرفي قد كده على البوتوكس، لا ده بيشد البشرة يعني طبيعي، مش لازم تعملي بوتوكس والعمليات دي اللي بتدمر البشرة. لا تعملي، تمرري كده على بشرتك تلج، مثلا مرة الصبح ومرة بالليل قبل ما تنامي. دي بصراحة هتصحي الصبح تلاقي بشرتك بصراحة مشدودة وجميلة وفيها مرونة كده وحيوية. كمان التلج بيجري الدورة الدموية في الدم يا جماعة، حلو جدا بصراحة. كمان بيخلي برضو الشفايف رطبة وجميلة، وهتلاقيها برضو حمراء لوحدها من غير ما تحطي اي روج او اي حاجة خالص. ونفس الكلام برضو على ال ونفس الكلام برضو يا بنات في الخدود، هتلاقيها برضو حمراء والدورة الدموية جريت فيها بطريقة جميلة جدا. هتلاقي وشك مورد وجميل ان شاء الله بإذن الله. جربيها بس مرة الصبح ومرة بالليل قبل ما تنامي، ان شاء الله هتعمل معاكي مفعول جميل جدا. كمان ممكن تحطيها على الحروق لو مثلا حصل لك حرق او اي حاجة.